وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الغواصة S-43 من طراز 209 على 1400 ألمانية الصنع، قادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا، بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كيلومتر خلال 20 يوماً بطاقمها المصري. وتعد هذه الغواصة هي الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014 تعزيزاً لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية ولتحقيق الأمن البحري وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المحدد والذي يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين القوات البحرية المصرية والألمانية وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات. رسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا أصيلا، وصناك يا مصر طول الزمن ليبقى شبابك جيلا فجيلا. فتحية كبيرة لقواتنا المسلحة، تحية للي حافظ واللي صان واللي قرر واللي كان كل همه حماية بلده وشعبه، فدمتم زخرا وفخرا لنا ولبلدنا مصر. وصلت إلى مصر S-43 الغواصة إلى القاعدة الأسكندرية البحرية، وانضمت رسمياً إلى الأسطول البحري المصري لتكون أحدث أسلحة الردع المصرية في وجه العدو. وتلك الصفقة ساهمت في رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية، مما يمكنها من صد كافة التعديات والتهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، وتكون بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر. فتحية مرة أخرى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة.